يا مساء الخير والهنا والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. يوم جديد مع حضراتكم، مع زينب طعم البيوت، ومجموعة متنوعة من الفقرات الخاصة بكل أفراد الأسرة المصرية. بمسي على حضراتكم جميعا، وكمان بمسي على زميلتي العزيزة مروة. مساء الخير. مساء الخير يا نجلة، مساء الخير على كل مشاهدينا. ساعة ونص زينة وطعم البيوت، مجموعة من الفقرات المتنوعة والتقارير المصورة خارج الاستوديو بنحضرها لحضراتكم علشان الفقرات تكون متكاملة. وكالعادة عندنا مجموعة من الفقرات المتنوعة، والبداية دايما مع زينة ومع نجلة. عندك إيه الحقيقة بنهتم دايما بكل الموضوعات يعني اللي ليها فرصة لكل فرد من أفراد الأسرة المصرية، وبصفة خاصة كمان المرأة. يمكن احنا بنهتم بالمرأة وازاي ان احنا يعني نقدم لها كل انواع الدعم والمساعدة، كمان انها تحقق الاهداف اللي بتهدف اليها الدولة، هي توطين الصناعة المصرية، وان كل واحد فينا يساهم في تحقيق هذا الهدف. ده بيكون شيء جميل جدا، خصوصا لما نلاقي عدد من السيدات كل واحدة بدأت ان هي تبحث عن قدراتها وتبدأ ان هي تنمي القدرات دي وتشوف ازاي توظفها بطريقة صحيحة علشان تستثمر الطاقة الخاصة بيها، مش بس تفيد نفسها لكن كمان تفيد بلدها بتوطين الصناعة المصرية. النهاردة بنتكلم عن نموذج بالفعل قدرت انها توظف كل الامكانيات الخاصة بيها، انها تعمل مصنع صغير. يمكن كتير من المبادرات اللي بتقوم بيها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، مصنعك في بيتك، وكل دي أشياء الهدف منها إن احنا نحث الأفراد على المشروعات الصغيرة متناهية الصغر اللي كان ليها دور كبير جدا في دعم اقتصاديات عدد كبير من الدول. يا مروة، احنا شايفين الصين ودول جنوب شرق آسيا قد إيه قامت على الموضوع ده، فإحنا بنهتم جدا بالنماذج دي، وهيكون معانا النهاردة نموذج لإحدى السيدات. هي مش بس لوحدها لكن كمان بنتها هتكون معاها، ونشوف التجربة الخاصة بيهم وقدروا إن هم يستفيدوا إزاي من الإمكانيات المتوفرة بالنسبة لك. فقرة لطيفة جدا إن شاء الله هنتابعها وتكون ملهمة لكتير من السيدات. احنا عندنا النهاردة في طعم البيوت فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حضرتك، ازاي تصنعي لنفسك وقتك بنفسك، يعني تعملي وقت مخصص ليكي للاسترخاء وللاستجمام، وعشان تفصلي وتحاولي ان انتي تفكري في حاجات تهمك او تعملي حاجة تريحك، حاجة لنفسك ما يكونش في اي عائد غير ان انتي تكوني مستمتعة سعيدة مبسوطة. نشوف هتعملي ايه مع نفسك لنفسك من خلال فقرتنا الاولى في طعم البيوت. بتدي وقت لنفسك؟ حاجة صعبة شوية. دي حاجة سهلة. لا بس أساسية طبعا. يعني أنا شايفة أن الإنسان مش هيقدر يخلي اللي قدامه سعيد إلا إذا كان هو سعيد، ودي طاقة. إحنا كلنا بننشر الطاقة بيننا وبين بعض. على فكرة في البعض بيقولوا أن النهاردة يوم الطاقة، اللي الواحد لازم يستثمر الطاقة بشكل إيجابي علشان يحقق كل يعني الأهداف الخاصة بيه، كل الرغبات اللي بيحلم بيها، سواء من خلال بقى أنه هو يكون سعيد في حياته، أنه هو يحقق يعني رزق أكتر أو ثراء أكتر. دي كلها حاجات مهمة جدا أن إحنا نستلهمها مع بعض. فلما نوفر لنفسنا وقت نقدر نستريح كده وناخد نفسنا فيه، أكيد هنقدر ان احنا نواصل وندي المجهود كمان لكل الافراد ولكل المحيطين بينا. فقرتنا التانية برضو هي مفيدة للفتيات وللشباب وللسيدات وللرجال كمان، كل اللي عايز ان هو كمان يجدد طاقته. كتير بنلاقيهم بيقولوا ايه، طب احنا هنغير شكل البيت، هنغير شكل البيت ازاي؟ لو البيت ستيل يقولوا لا هنخليه مودرن، لو البيت مودرن يقولوا لا هنخليه ستيل. حتى اللي بيبداوا دلوقتي ان هم يجهزوا يعني عش الزوجيه او البيت الجديد بيبقوا محتارين في الموضوع ده. ايه الجديد في يعني الفتره الحاليه بالنسبه لنوع الاساس اللي موجود، وهل ممكن ان احنا نمزج الاثنين مع بعض، وازاي يكون عندنا افكار كتيره للموضوع ده؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا الثانيه ان شاء الله. احنا كمان في فقرتنا التانية في طعم البيوت عندنا مجموعة من الافكار، لكن الافكار ازاي تعملي ميزانية لفصل الصيف او للاجازة الصيفية. محتاجين اننا نسافر او نغير او ناخد اجازة شوية. ففصل الصيف بنبقى محتاجين مجموعة من الخروجات، محتاجين ناكل برا يوم، محتاجين اننا نروح سينما، نخرج نتفسح، نروح ملاهي. الاطفال مهم انهم يستمتعوا ويفصلوا ما بين العام الدراسي
الدراسي وما بين الأجازة الصيفية. فالفترة دي بتبقى مهمة إن ربة الأسرة أو السيدة مديرة المالية في البيت تكون مجهزة حالها. هنشوف نجهز حالنا إزاي علشان نقضي أجازة صيفية بميزانية معقولة من خلال لقائنا التاني في طعم البيوت إن شاء الله. ويعني ده مهم جدا بالنسبة للأولاد كمان، خصوصا يعني كلنا حاسين بالتحديات الاقتصادية اللي موجودة، ولكن في النهاية يعني بنقدر إن احنا نستمتع. فكرة إن انت تاخد قرار إن انت تستمتع وإن انت تسعد اللي حواليك، زي ما قلنا كده في البداية، الإنسان لما بيبقى هو سعيد بينشر الطاقة الإيجابية، وإن شاء الله تبقى أجازة سعيدة على الجميع بإذن الله. إن شاء الله تكون أجازة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله حضراتكم تتابعونا على مدار ساعة ونص وتستمتعوا بفقراتنا بالتفصيل بعد الفاصل اللي جاي. برجع لحضراتكم، وخليني الحقيقه يعني اشكر مجموعه العمل على الاغنيه الجميله اللي كانت في الفاصل، اللي بتدي نوع من الامل دايما ان الواحد يبدا من جديد، وان لما يبدا هيلاقي كل اللي حواليه بيساعدوه وبيقدموا له الدعم. فدي بقى القوى الناعمه اللي بنتكلم عليها، وازاي بيكون ليها حافز ونوع كده من الطاقه اللي بتديها لاي انسان. وده كمان مش بعيد عن الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي، لان لو كل واحد فينا قدر ان هو يبحث جواه عن بدايه جديده وعن قدرات جديدة يقدر ان هو يوظفها يستفيد بيها ويفيد بيها الاخرين، في النهايه ده كله هينعكس على المجتمع. المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر اللي بالفعل يعني ليها دور كبير جدا في دعم اقتصاديات الدول، كل واحد فينا بيقوم بيها في بيته. التجربه اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي لسيده قدرت ان هي يعني تستغل قدراتها في تصميم الازياء، وقدرت انها كمان تقدم يعني افكار جديده من خلال هذا التصميم. مش بس كده، لكن كمان شجعت بنتها انها تكتشف القدرات الخاصه بيها وتكون ميك اب ارتست. اعتقد ان ده بيبقى مفيد جدا لما بتبقى في عروسه عايزه تعمل يعني الازياء الخاصه بيها، وكمان تتفق على الميك اب والشعر، ده كله يعني بتكون عملية متكاملة مع بعضها. خلونا نعرف التجربة دي وأثرها إيه وإزاي استفادوا بيها. اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيوفي. برحب بالأم أو السيدة مها السكران، مصنعة الملابس، أهلا بيكي. كمان الإبنة غادة زغلول، وغادة كمان بتصنع وتصمم ملابس إلى جانب إنها ميك أب أرتست، مش كده؟ نفس المجال دي. أنا برضه كده أنتوا الاتنين مع بعض يعني؟ يعني هي اتعلمت وهي صغيرة كده ما شاء الله. طيب نبدأ بقى الحكاية من الأول. خلينا نبدأ مع ماما الأول ونقول بدأتي إمتى، وهل كان والدة حضرتك برضو في نفس المجال وكنتي بتساعديها؟ يعني احكي لي القصة جات إزاي. طبعا هو الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الوالدة، لولا هي طبعا ما كنتش أكيد أخذت. هي طبعا في البداية بتبقى موهبة، إذا ممكن تكون والدتك في البيت بتعرف، لكن أنت ما عندكيش الموهبة دي فمش هتقدري تتعلمي. ممكن تكون ما بتعرفش وأنت عندك الموهبة وتتعلميها. بالظبط. فأنا اتعلمتها في سن صغير قوي، يمكن 8 سنين وانا صغيره لسه في ثانيه ابتدائي، فكنت بحبها جدا. وازاي ان الاقي حته قماشه مع ماما بتطلع فستان، فده في حد ذاته كان بيبهرني. وخصوصا اكتشفت يعني حاجه عندي ان انا كنت بعرف ارسم كويس قوي، فحتى وانا صغيره كنت برسم اي شخص بيبقى قدامي من اصحابي وكده، فده كان حافز كويس بالنسبه للتصميم. فلما كنت بشوف الموديل ماما بتعمله بالنسبه لي كان بيبقى سهل جدا يعني. ومن وانا صغيره كنت اجيب القماش وافضل اقص فيه واعمل موديلات، وكان الناس بتساعدي والدتك وبالتالي في السن ده بتعملي الحاجات دي. فسبحان الله يعني لما يكون عندك موهبه بتقدري تبدعي فيها، ما عندكيش موهبه بتبقى الدنيا صعبه قوي. صحيح. واللي بيتعلم مستحدث بقى، مثلا في ناس دلوقتي بتروح تتعلم تاخد كورس علشان تعمل، بس تعمل حاجه معينه يعني. مثلا تيجي تقولي لها انا عايزه فستان كده، تقول لك لا انا بعمل نوع معين يعني. هو على حسب القدرات. زي ما قلتي بالظبط، ممكن تكون الموهبه موجوده لكن الظروف ما اتاحتش ليها. ان مثلا يكون في البيت حد بيعمل في المجال ده، فبتروح تاخد كورسات وبتبدا ان هي تنمي موهبتها. وحلو جدا. وده شيء جيد جدا. الحقيقه انت كنت محظوظه ان ده كان متوفر ليكي من وانت عشان كده انا بحب اعلم بقى الناس يعني. انا مجاني بحب اعلم اي حد عنده موهبه شويه، حتى لو ما عندوش وعايز يدخل يعني يحسن دخل البيت، فانا بقول لهم تعالوا انا بابي مفتوح واعلمكم. احنا
احنا المفروض نعمل كده، المفروض ان احنا كل واحده عندها موهبه تعلم بيها غيرها. صحيح. علشان الدنيا تبقى احسن زي وعشان يبقى في دايما يعني اجيال جديده خصوصا بالمهن. طب خليني اروح لغاده بقى واقول غاده، هل كان نفس خط السير كده برضو معاكي؟ يعني علشان ماما كانت بتشتغل في نفس الموضوع حبيتيه، ولا بالنسبه لك بداتي في سن اكبر؟ بدات وانا صغيره برضو، شفت ماما بتعمل، حبيت الموضوع لان انت خلاص هو ده اللي قدامك. اه بتساعديها بالظبط يعني بطبيعه الحال زي ما بنقول ان ماما بتعمل حاجه وانا بساعدها فيها. كانت دايما بالظبط. بس انا حبيت الميك اب اكتر من من التصميم ومن الفساتين، حبيت الميك اب اكتر، حبيت الميك اب ارتست اكتر ان انت تبقي في المجال ده. والبنات كتير دلوقتي يعني كمان فنون الميك اب بقت محتاجه كمان دراسه. ايوه طبعا بشكل كبير. انت بتدرسي في ايه؟ انا متخرجه من بزنس ادمنستريشن. بزنس ادمنستريشن ملوش علاقه خالص بشغلي. يعني انت طب ليه ما فكرتيش، طالما انت بداتي من وانت صغيره وحابه الموضوع ده، ليه ما فكرتيش ان انت تدخلي مثلا كليه او حاجه تساعدك في نفس الكارير ده؟ بس انا كان نفسي ابقى دكتوره تجميل، بس انا اصلا كنت في ادبي. انت كنتي في ادبي؟ طيب ما هو مفيش اوبشن قدامي خلاص. بس يعني تمام. هي عشان اتعلمت ان بس على فكره عايزه اقول لك على حاجه، انا التجاره بتساعدني برضو في شغلي، ان انا اصلا كنت قسم ماركتنج. تمام. طيب عموما الاداره والتسويق هم مطلوبين في كل حاجه، لكن خلونا نعرف استفادوا بيهم ازاي بعد كده بعد الفصل. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما شفنا وعرفنا قبل الفاصل بالفعل يعني لما بتكون الموهبة موجودة وبتثقل كمان بالدراسة، حتى لو الدراسة مختلفة، لكن لما بندرس إدارة أعمال حقيقة إدارة الأعمال بتفيدنا في كل حاجة في حياتنا، حتى بالنسبة لشخصيتنا، حتى بالنسبة لجانب التسويق لأي يعني حرفة بنمتهنها. خلونا نعرف إزاي ده تمت الاستفادة منه. يعني خلينا أقول مدام مها، بالتأكيد بعد دراسة غادة لبزنس أدمنستريشن أكيد جانب التسويق اختلف ولا ما اختلفش، ولا الدنيا زي ما هي ولا ايه؟ لا هو طبعا بيختلف طبعا، لان هي بيكون عندها فكره عن التسويق، فده حاجه كويسه لما بتقعد على السوشيال ميديا بتقدر تنزل حاجه بتقدر تستفيد منها، وده الاثنين مرتبطين من بعض، فده شيء كويس جدا، افضل بكتير طبعا. تمام. قولي لي غاده، يعني لما بيبقى في موديل جديد ماما بتعمله او كده، هل بتتخيلي الموديل ده شكل الميك اب بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ خصوصا ماما برضو يعني بتعمل ميك اب ارتست برضو، فبالتاكيد انت بيبقى ليكي اختلاف وجهه نظر او اضافه، يعني بتتعاملوا ازاي في الموضوع ده؟ بس اقول لك على حاجه، شكل الديزاين مش بيفرق معايا قوي في شكل الميك اب، على قد شكل الموديل نفسها، مش الموديل، الموديل والوان الوان بشرتها والوان الدرس طبعا، بس الوان بشره الشخص نفسه هي اللي بتفرق معايا. تمام. شكل العين، الفيس بتاعها، كل عين ليها رسمة غير التانية خالص. تمام. ورسمة الوش ولون البشرة، كل دي حاجات بتفرق معايا أكتر من شكل الفستان خالص. كل ميك اب ارتست بتركز على حاجة، يعني بتلاقيها بروفيشنال قوي في رسمة العين زي ما بتقولي، في رسمة الحواجب، في البيزكس بتاع الميك اب. أنت بتحبي تركزي في إيه؟ بحب اركز اكتر على شكل العين، بس دايما بشوف برضو اللي قدامي، يعني في ناس ما شاء الله عينيها بتبقى واسعه وبارزه لبره، فمش بتبقى محتاجه رسمه عين، بقى محتاجه اركز على الفيس اكتر، بتبقى على حسب. جميل. خلينا نتكلم مثلا على الموديل اللي احنا شايفينه، يعني فكرته جت ازاي وعملتيه بمناسبه ولا بشكل تلقائي ولا ايه؟ لا طبعا، هو الموديل ده احنا احيانا بتسمى قفطان، واحيانا بتسمى بيشت، واحيانا بتسمى عبايه خليجي او عبايه، ده طبقا لايه بقى المسميات دي؟ كل بلد ولها مسميات. لكن هو طبعا بيناسب الجسم النحيف وبيناسب الجسم اكتر المليان شويه، لانه يعني بيخفي كل التضاريس بتاعه الجسم. هو بيستغلوه دايما في الحنه، زي ما حضرتك شايفه ده جزء بينفصل عن بعضه، ممكن تقدر تغير الداخلي بلون تاني، فتقدر تستغلي اللي بره اكتر من مره، يعني ممكن تغير اللون يبقى فستان تاني او تبقى عبايه تانيه خالص، وده بيبقى حلو قوي في كذا مناسبه، يعني مناسبه حنه، مناسبه مثلا
صباحية للعروسة، استقبال، راحة مثلا مناسبة زي نقول عيد ميلاد، حاجة زي كده، وهي بسيطة وكمان خمس يعني ساعة. ده اعتقد في رمضان الحاجات في رمضان بتبقى مطلوبة جدا، يعني أيوة جدا، هو زي اساسي في شهر زي رمضان أساسي اللي هم مريح، السبع، مش كده؟ مقيد ان هو ضيق، مريح او بصراحة. مناسبات دينية او حاجة زي أيوة كده بيبقى مطلوب جدا وطبعا فيه. التغيير زي ما قلت لحضرتك، نقدر نغير البيزك اللي تحت بس، والفستان اللي انتي بره. وغدا يعني متفقين دايما ولا ساعات كده بتختلفوا تقول لك لا انا مش بعض هعمل؟ الاحيان لا نختلف، قولي لي، لكن احكي لي بس ايه اللي بيحصل. لا بعض الاحيان بنختلف شويه، لكن عشان فرق السن ممكن بيبقى في طول شويه وجهات النظر اختلاف او مختلفة. في وجهات انا مثلا النظر. ببص للجيل بتاعي ودلوقتي ايه اللي بيحصل، هي بتبقى هي برضو متابعة، هي ترندي برضو مش قديمة بحكم شغلها، بس دايما بترجع برضو لازم لأوقات على طول زمان. بيبقى عندها اطلاع، بس انت أكيد محتكة اكتر وشايفة لا اللي في بالظبط سنك بيتصرفوا ازاي او حابين ايه اكتر. بالظبط، فدايما بنختلف بقى في حاجات كده. بتختلف على اساس ان هي بتفكر ان انا مش متابعه الجيل الجديد، بالعكس انا بقدر بتابع الجيل الجديد اكتر بكتير يعني، لا وانا بس دايما هقول لك على معاصره حاجة معاهم بقى يعني. بأمانة، لازم تسمعي لها اكتر ما تفرضي رأيك، لسبب هم لا فعلا عندهم القدرة مهما كنا بنطلع، هم عندهم قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة اكتر بكتير. بالعكس يعني انا دايما بحب اسمع الافكار الجديدة لان هم بيطلعوا بشكل كبير قوي. انا شايفة هيعرضوا لنا كمان بعض الموديلات اللي قدمتوها، فعايزة اعرف برضو الموديل بياخد وقت قد ايه. هل النهاردة بقى في اختلاف عن والدة حضرتك لما كانت بتشتغل، النهاردة حضرتك وغادة بتشتغلوا، اختلاف الاجيال دوت ايه الاختلاف في الشغل انت حاساه ازاي؟ بصي انا عايزه اقول لك ان اختلاف الوقت مع ماما ما كانش هو ماما كانت ما ما شاء حسيتيش الله عليها بالفرق؟ سريعه، سريعه كانت جدا جدا، ويمكن لا مش دي موضوع يمكن سرعة، موضوع دي حاجه افكار، بالنسبه للوقت. موضوع الافكار ماما تكنولوجيا في استخدام الماكينات. التكنولوجيا اكيد اختلفت كتير قوي، الموديلات اختلفت كتير قوي طبعا، الكلام بقاله كتير، فالموديلات اختلفت قوي، لكن في لا برضه موديل برضو بحس الافكار دلوقتي اصعب فعلا. بص يا غادة كده احكي لي على الموديل دوت، انتوا برضو صممتوه، ده كان بمناسبة ايه؟ ده كان لسه طالع اللون الفوشيا هو ترندي، مازال طالع لسه لسه في الفوشيا الوان كده ده تلاقيها الوان الصيف فستان الوان الشتاء، الجرافيشن بتروحوا وترجع تاني. صحيح. ده ده فستان ماما هي اللي عملته. ده استقبال للجدرويشن، ده حلو بصراحة، وكان ده بليسيه حرير أرماني ومعمول بليسيه، وكنا اخترنا الموديل مع بعض كده، وفعلا كان أنسب حاجة للشيب اللي في يعني البنت ما شاء الله كان جسمها كويس، فكان الموديل حلو قوي عليها. طب يعني انا عايزه اعرف النهارده زي ما قلتي يا غاده ان النهارده اصعب، اصعب ليه؟ عشان كل حاجه متاحه وكل الناس بتفكر، السوشيال ميديا بقت مفتوحه، يعني زمان ما كانش في سوشيال ميديا، موديلين ثلاثه الموجودين، حاجات معينه خلاص مش بتفكري كتير عشان توصلي الموديل يعجب الناس. دلوقتي لا، دلوقتي حاجات كتيره وافكار كتيره وناس كتيره ولازم تبقي مواكبه وتقدري ان انت تعملي كل أكيد. القصات دي. زمان أكيد. كان في بعض المجلات اللي يعني ايه كنا نعمل الباترون منها، يعني انا فاكره برضو كان في بعض الاماكن كده يقول لك حاجات محدوده، اختاري الدريس اللي انت عايزاه او الموديل اللي انت عايزاه قلب المجله ويطلع الباترون من المجله ويعمله. هل ده برضو لازال يعني من اساسيات التعليم النهارده؟ هو الباترون اساسي. بصي هو الباترون الناس بتفهمه خطا في ايه، ان بيشوفك لازم تعملي ورقه وتطلعي باترون وتعملي انت بتخيطي على الباترون ولا لا. يا جماعه الباترون 100 مره انا بقول الباترون عباره عن مقاسات، مقاسات انا بطبقها بقى، المحترف بيطبقها على القماش على طول، خلاص هو فاهم بيعمل ايه، فبيطلعه على القماش وبيطلع مظبوط بالصوت. انما اللي لسه يعني ناس اتعلمت جديد او لسه في الفاشن قريب، فمش هتقدر تحط على القماش وتبوظه، فلازم تعمل على لازم الورق، يبقى عندها على قدره الورق على انها تتحكم في تقدر القماش. تجربه كمان يعني، الجديد دي ممكن يجربه على قماش تاني قبل ما يطلع كويس. طيب القماش ده ايه؟ احكي لي بقى على ده القماش قماش دوت. صالونه ساتان صالونه، والموديل هو طبعا في يعني الصدر من فوق، في حاجات في الصدر في الوسط شفافة، محطوط كريبسات
وزي ما انت شايفه حضرتك الالوان كمان كلها اللي طالعه دلوقتي، مع الاورنج، اكستنشن. الفوشيا، الكيوي، بقت الالوان اللي هي بتخطف، دي الوان والالوان ما السوري زالت بشكل السنه دي ما شاء اكتر. الله. اه دلوقتي كله بقى يحب الالوان طب قولي لي ايه الموضه بقى السنه دي، في سواء في الوان الميك اب او في الوان الدرسات او بالنسبه الازياء. للميك اب اها الموضه مش كل سنه بتتغير، اها بيختلف عن الفاشن على طول، كل سنه وكل 6 شهور كمان بتلاقي لون لا جديد طلع دلوقتي خد ايه بقى فترته وراح. الفترة دي ايه؟ الفترة دي كيوي. كيوي. لا يعني حتى شكل الكيوي الميك اب مثلا ساعات يقول لك ايه، لا الليب لا لاينر انا في اللي انا بتكلم لحدد على الفاشن الميك اب. لا انا طبعا بتكلم على الميك اب معاكي، يعني ساعات الميك اب يقول لك ايه، لا نحدد بالليب لاينر ايوه طبعا، كان الليب لاينر زمان دلوقتي بعد كده لا ناخد الالوان النود، لا الالوان الصريحة المات، لا اللي فيه لمعة. يعني قولي لي ايه الفترة اللي فاتت كانت نودات، ونودات لسه مكملة معانا، بس معاها بقى البينكات، البنكات. يعني حتى دلوقتي معظم العرايس تحب تعمل بينكات. الفترة اللي فاتت وكان كانت الأول نودات بنكات، والليب جلوس، رجعنا ليها تاني. الليب جلوس، ليب لاينر طبعا، يعني بيختلف، بيبقى بيخلي شكل الشفايف حلو جدا. ليب جلوس انت اللي بيفرق، عاملة الميك اب دوت يا اه، غدا؟ وهايلايتر، لازم هايلايتر بقى كتير، زودي هايلايتر كتير. كتير بقى. لا يا غدا. بس مش مع كل الناس، يعني الناس اللي بشرتها فيها حبوب يعني بنبعد عن بالظبط. الهايلايتر عشان بيبرز الحبوب اكتر. اها ففي بشرات بقى ينفع بنتعامل معاها، ما ينفعش مش كل حاجه ترندي نحطها على اي بشره، اها يعني الهايلايتر طالع موضه جدا بس ما ينفعش احطه، البشره تبقى جلوي بس ما ينفعش على اي حد. بس هي دي ال طيب يعني اعتقد ان انت برضو زي ما بتقولي اساسا برضو بتشتغلي الى جانب الازياء في الميك اب. برضو احب اعرف ان الميك اب دايما بيبقى محتاج الافكار الجديده، وانت شويه بتقولي غاده بيبقى فيه نوع من الاختلاف في الراي ساعات، وفي وخلينا النهايه نقول بيطلع الراي بتاعنا برضو صح. مقتنعه هي مقتنعه مقتنعه، عشان مقتنعه برضو انا خلاص. طبعا متابعه الموضه برضو والفاشن، لازم اكون كده، ما ينفعش ان انا يعني عايزه اقول لحضرتك دلوقتي طالع الكونتور والميك اب ده، انا عملته من 20 25 سنه كنت بعمل كنتور، وانا عايزه اقول لك من علبه واحده. طبعا دلوقتي كتير الميك اب ده، الكونتور وده هايلايتر وده كله كنا بنعمله من علبه واحده، علبه واحده بس يعني. ماركه طبعا يعني، لكن كنا علبه واحده تقدري انت تطلعي من، تقدري تخفي العيوب وتقدري، كان في زمان بيقول لك تغيير ملامح اللي هو بالكونتور دلوقتي، عايزه ابقى شكل فلانه او ممثله او عايزه ابقى زي، لو الوش متاح معايا ان انا اطلعك زي هطلعك فورا. واهم حاجه في الميك اب دلوقتي عجباني ان البشرة تبقى نفس اللون، أهم حاجة بقى أنا شايفاها إن البشرة تبقى صحية. البشرة تبقى صحية. وإن البشرة تبقى جيدة، لأن الميك اب مع بشرة غير صحية هيبقى ليه آثار يعني طبعا مش طبعا كويسة. طبعا. ولكن أنا بتمنى لك التوفيق غادة، وبتمنى لحضرتك سلام. التوفيق، وإن شاء الله بقى يعني غادة تسير على نفس النهج بتاعك وتقدر إن هي تطور وتبتكر، لأن أفكار الشباب هو ده اللي إحنا محتاجينه النهاردة بشكل كبير. نتعلم غيرها علشان أكيد طبعا، هي يستفيد سلسلة متكاملة. بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق، ولسه معاكم مشاهدينا بعد الفاصل هنواصل باقي لقاءاتنا في زينب بتعمل بيوت.